بصوا كده يا جماعه، الشاذلي بيقول ايه البخه بكام، تمام؟ في الايه، في البرفان اللي هو البلو وشانيل، تمام. بص كده، اوريجينال، ودي نسخه من الاوريجينال، دي البخه فيها ب 30 ريال ودي بنص ريال. دي بمناسبه يوم التاسيس بيقول لي عمل صفقه عند الشاذلي ثمنها 99 ريال وبتاخد واحده وعليها واحده هديه، والاوريجينال ثمنها 1000 ريال يعني 17000 بص بقى يا شاذلي، انا هدي لك البخه عندنا بقى في مصر، تمام، بساغ. عارف يعني ايه البخه بلو شانيل الاصلي؟ بساغ، بساغ واحد يعني الرشه، تمام، بساغ الرشه واحده بساغ، مش ايه بريال، لا انا هدي لك الرشه بساغ. بص بقى اللي هي بلو شانيل، وهخليك تعملها قسما بالله نفس الاوريجينال، بس اقدر الفيديو بلايك، وتعالى اقول لك ازاي تعملها اوريجينال بالظبط. يلا هنقول لاي واحد بتاع برفانات عايزين بلو شانيل في ال 50 مللي دي يا جماعه 15 جرام، اخليك تعملها زيها بالظبط وفجره زيها بالظبط. بلو شانيل 15 جرام، وجاكوار جرين 5 جرام، وجاكوار جرين 5 جرام، قسما بالله نفس الاوريجينال بالظبط اللي هو بيقول لك عليها، تمام، ب 18000. دي مش هتكلفك حاجه، من عند العلامه يا جماعه، المكان اسكندريه، ايه، محطه الرمل، شارع الشهداء، محل العلامه للعطور، نفس الاوريجينال بالظبط، واحلى اخواتي في الدنيا، وافضل الفيديو بلايك، والسلام عليكم.